لا نرضى ولا نكتفي بمسك أدوات الجريمة، نطالب بمسك الجناة الحقيقيين المحرضين لهذه الأدوات. كذلك لا نكتفي باستبدال المناصب ونحن نحترق أحياء في المستشفيات، نطالب بتحقيق مع الجهات التي عبثت بالفساد والتي قامت بالفساد، نطالب بإجراءات حقيقية وليست إجراءات هزيلة مكشوفة أمام الجميع باتت هذا اليوم. اليوم العراق أصبح ساحة للصراعات الدولية، ساحة للقتل، ساحة للدمار. منذ 2003، أي منذ 18 سنة من الآن، تجري عمليات التصفية السياسية، التصفية العرقية. الحملة خرجت للمطالبة بإنهاء الفلات من العقاب، اغتيالات، فساد، دمار، احتراق مستشفيات، احتراق أشخاص، تغييب، كل شيء يحصل في العراق يعني بصورة بشعة. هذه الحملة تأتي لتؤكد أن لا عراق مستقر، ولا تنمية اقتصادية، ولا حكم عادل، ولا أي متطلبات الحياة ممكن أن تتوفر إن لم يكن هناك محاسبة لكل من تورط بعمليات القتل ونال من أصحاب الأصوات الحرة.